الامتحان صراحه داز مزيان وكل شيء كان هو هذاك، حطوا لينا غير المواد اللي داكشي اللي كنا حافظين لا اقل ولا اكثر، ونتمنوا ان شاء الله يكون كل شيء مزيان ونجيبوا نقاط مزيانين. بالنسبه لك كان شي حاله؟ لا بالنسبه للقسم ديالي ما كانت حتى شي حاله غش، والاساتذه داروا اللي عليهم وحاربوا هذه الظاهره هذه اللي ولات دابا منتشره بزاف. الامتحان داز بكل سهوله ان شاء الله، كان الاسئله في متناول الجميع، يعني الاسئله سهلين ومبسطين، يعني اللي حافظ مزيان راه خدم، واللي مهموم هما اسئله عموما سهله الحمد لله. يعني لا الماده ديال الفرنسي ولا الماده ديال التربيه الاسلاميه، حتى التربيه الاسلاميه اسئله عموما سهله، ويعني تجاوب عليهم نتايا بطبيعه الحال تقدر تجاوب عليهم. لا حالات الغش ما كايناش، كاينين المراقبه كيراقبوا الاساتذه، يعني كيبقاو يدوروا عليك في الاول كيديروا المراقبه الاولانيه عند المراقبه الثانيه وصافي ما كاين لا حالات غش لا حتى حال. وكنشكروا الاساتذه ديال مدرستنا حتى هما هي ديال الاستاذ صلاح الدين الايوبي، الاستاذه ديال الفرنسي ديالنا عاونتنا في المسيره ديال الدراسيه ديالنا، استاذه دنيا كنعطيها ليها الشكر من هذا المنبر وكنقول لها شكرا على المجهودات ديالك. شنقول لك اخي الصراحه كنا مخلوعين حنا من الامتحان، ساعه دخلنا داروا معنا مزيان، داروا معنا التاويل، دخلنا خدمنا مزيان، تبارك الله عليهم الاساتذه وخلاص، وديما غنبقى واقف مع الاساتذه ديالنا. خويا امتحان داز صعيب، زيرونا شي شويه وكذا، ولكن هانيه فهمتي، زيرونا وما كذا، ولكن هانيه فهمتي، الا كنتي حافظ، الا كنتي حافظ غدوز، ما كنتيش حافظ ما غدوش. دوزنا امتحاننا راه اجواء كانت زوينه تما، داكشي ديال الباك داروا لنا صعبوا علينا شويه، والتربيه الاسلاميه راه سهله، فرونسي راك عارف انا داكشي مزيان مويه، خدمنا 10 ديالنا الحمد لله.